السلام عليكم ورحمة الله، سعيد بلقائكم في الحلقة الثامنة من سلسلة بريسا شوك. اليوم سوف نتعرف على طريقة الدفع بواسطة الباي بال. أولا سوف نقوم بالذهاب إلى أدون بريسا شوك، بعد ذلك سوف نذهب إلى مربع البحث ونكتب باي بال، ثم نضغط على Entry. سوف نجد موديلان، سوف نقوم بتحميل هذا الموديل. لقد سبق أن حملته ووضعته على سطح المكتب. بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى موديل، كما ترون سوف نتأكد أنه لا يوجد أي موديل اسمه بايبال. نكتب بايبال، نضغط على أنتخي، لا يوجد. سنقوم بالضغط على أجوتي أن نوفو موديل. شوزيسي أن فيشي، نقوم باختيار الموديل بايبال. بعد ذلك نضغط على شارجي لو موديل. وبالتالي نحصل على موديل بايبال. كما سبق أن ذكرت في الحلقة الماضية أنه كل موديل أو أنه كل طريقة دفع هي عبارة عن موديل. كما لاحظنا في الحلقة الفائتة، الدفع بالشيك هو عبارة عن موديل، والدفع بطريقة البايبال هو عبارة عن موديل، وكل طريقة أخرى هي عبارة عن موديل. سنقوم الآن بأنستالي الموديل دو بايبال. كما نلاحظ موديل أنستالي أفيك سيكسي. يجب الآن أن نذهب إلى يجب أن نذهب إلى كونت بايبال. بعد ذلك نذهب إلى Preferences ونضغط على Plus d'options. يجب أن نجد Access API. بعد ذلك سوف نذهب إلى Mes paramètres ونبحث عن نضغط على مي فونت. تماما، سوف نبحث عن اكسي الابي. بعد ذلك نضغط على ميزاجور، ثم نختار افيشي انسينياتي ابي. أعتقد أن الأمر بسيط. سوف نجد معلومات جد مهمة وحساسة. من خلال هذه المعلومات نستطيع تثبيت أو تعديل موديل بريستاشوب لكي يصبح جاهزا للدفع. نضغط على كونفيغيري. أعتقد أن الأمر جد بسيط. L'aide de paiement en ligne, télécharger le guide, créer un compte, choisissez PayPal intégral, besoin d'ajouter un bouton PayPal étant comme moyen de paiement supplémentaire, choisissez le PayPal intégral, acceptez immédiatement les principes moyens, choisissez un PayPal intégral, évolution. Ouvrir un compte, souscrire. Ouvrir un compte.
نتوقف عليه. بعد أن ندخل إلى بايبال، بعد أن ندخل إلى هذه الصفحة، سوف نجد ثلاث اختيارات. سوف نختار Choisissez PayPal Intégral لأنه مجانا. لو اخترنا PayPal Intégral Evolution سوف نقوم بالدفع 25 دولار. سوف نختار Choisissez PayPal Intégral. هنا لدينا Identifiant API. سوف نجي إلى PayPal Identifiant API Signature API. Identifiant API سوف نختار عفوا سوف نختار هذا. بعد ذلك باسورد. بعد ذلك سيناتور كنترول سي كنترول في. بعد أن أخذنا المعلومات من أكسي أبي وأضفناها إلى البايبال، سوف نرى Option de configuration, utiliser PayPal Express ou est recommandé. Oui. Bad Derek, utiliser la fonction PayPal Login, voir login. Laissez-moi notre barre. Utiliser le sandbox. Test réel. Huna, il a arrêté un taquon bi. Et tu dribes, هذا المودل يمكنك الاستعمال مود تيست، وبعد أن تتأكد وتتعلم كيف تستعمله يمكنك استعمال مود غيال تيب دو بيمو ديريكت صال. نقوم بتيست بمود تيست. بعد أن تتعلم يمكنك أن ترجعها إلى مود غيال، ثم نختار سوفغاردي. بعد ذلك كما ترون برافو، vous pouvez maintenant commencer à accepter les modèles avec PayPal. كما ترون برافو، vous pouvez maintenant commencer à accepter les paiements avec PayPal. وبهذه الطريقة نكون قد تعلمنا كيف نستعمل PayPal كطريقة دفع في متجر أبل ستور شوب. والسلام عليكم ورحمة الله.